بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجار الله إياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من دعوى العلم والصلاح، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الأخوة الكرام، لازلنا في باب التيمم، وفي آخر جلسة من هذه الجلسات المباركات معكم تحدثنا عن الأمور، عن توطئ التيمم، والآن ندخل إن شاء الله مباشرة للنظم. قال الناظم رحمه الله: فصل. لخوف ضر أو عدم ماء، عوض من الطهارة التيمم، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتداء، ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. ذكرنا أن هذه الأمة المحمدية المباركة هي كذلك من آخر الأمم، والله عز وجل وضع عنها كثير من الأغلال والآثار، وهي الحنيفية السهلة الرحمة المباركة. فالتيمم هو من خصائص هذه الأمة، لم يكن في الأمم السابقة، وجعله الله عز وجل لهذه الأمة عند المرض أو السفر، عند فقدان الماء. المسافر صحيح لموجة الماء يتيمم، وكذلك الحاضر الصحيح إذا طلب الماء فلم يجده، الله تعالى يسر عليه، شو يدير؟ يتيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض مسجدان وطهورا. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا من كل ما، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذيك المرة على هذه المسألة هذه، باش ما يبقاش الإنسان كيتسأل الماء مطهر ومنظف والتراب علاش، هذا اش فيه؟ فيه التعبد. هكذا قال لك سيدي ربي: إلا كنتي مريض لما لقيتيش الماء هكذا تناجين. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله سبحانه وتعالى قلنا رفع عن هذه الأمة شنو؟ الضيق والحرج،
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذا التراب. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين. فقال الناظم: لخوف ضر أو عدم ما. إنسان مريض إذا خشي المرض يعني ترجح ليه أنه إذا توضأ أو يغتسل أنه يحصل المرض، أصبح عنده راجح يعني كاين متيقن، ماشي غيتسهل ويدوز، حيث كاين بعض المناطق خصوصا في النواحي ديال الجنوب تمهود مع الصحراء وكذا والمقليل، العدد ما كيكون المقليل واخا يكون عنده الماء ما كيتفضاش، كيضرب التراب وكيصلي نواحي الشنقيط وما الى ذلك. باقي الان كيديروها اغلب الصلوات ديالهم، اغلب الناس كيديروا كيتسموا الا، فيحصل اليقين انك الا اغتسلتي او توضيتي غادي تمرض، يحصل لك المرض، او الا كنتي مريض اغتسلتي او تفضيتي يزيد في المرض ديالك، او يتعطل البرء. ثلاث الحوايج: الا خفتي تمرض، سلام، اش قلنا سيدنا عمرو بن العاص كان في غزوه من الغزوات، برد شديد، اصبح جنوب، شو دار؟ تيمم وصلى اماما بالناس، فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، في رواية ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فإذا خفت المرض أو كنت مريض أختي المرض اشتد، أو خشيت تعطل البرء، قلت أنا راه عندي واحد أدوية كنديرها ولا راه اغتسلت كذا راه غادي نعطل كذا، ما يريد الله ليجعل عليكم ناش من حرج. قلنا هذه الأمة مالها؟ أمة مباركة. لخوف ضر أو عدم ما. بغينا نصليو وإنسان يعني جنوب، ولا بغى يرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وما لقاش الماء. كاين واحد التفصيل عند الملكية، واش يعني توظف في بداية الوقت ولا عندهم هما الراجي والآيس والمتردد؟ عندهم بالنسبة للراجي الذي يرجو وجود الماء عنده حكم، والآيس في صحراء ولا في شيء ما كاينش الماء، هذا يتوظف يعني يتمم في أول الوقت، والمتردد يلقى ما يلقاش هذا يتوسط. الملكي كيدقوا شوية في الأمور ديالهم. فقال الناظم: لخوف ضر أو عدم ما، عود من الطهارة التيمم. غادي ندخل شي تفاصيل هذه المالكية كيخالفهم صحاب المذاهب الأخرى. هذا ملي كنتكلموا هذا النظم ديال المالكي. إذا رأيتم يعني غيره يقول خلاف قوله، او شفتوا شي واحد كيدير في التيمم في احكام ديال التيمم كيخالف النظم وعنده دليل وما نعيبوش عليه، علاش كنتكلموا الان على خوى الملكي؟ ماذا قال؟ وصل فرضا واحدا وان تصل جنازه وسنه به يحل. بالنسبه للساده الملكيه عندهم أن الفريضة كل فريضة خصها تيمم ديالها، لكل فريضة تيمم. إلى غادي كنتي مريض على التفصيل اللي قلنا أو ما لقيتيش الماء،
كتيمم للصبح. ما فقتيش الوضوء حتى الظهر، اش غادير في الظهر؟ عاود تيمم. ما تفقدتيش الوضوء، ما خرج منك بول ولا ريح ولا غائط ولا اي سبب من الاسباب اللي كتنقض الوضوء. عرفت اش دير؟ وصل المغرب وانت على يعني هما ما كيقولوش الطهاره، هما كيقولوا الاستباحه للصلاه، تعاود ثاني تيمم. المذاهب الاخرى كيقول لك اودي راه التيمم راه بحاله بحال الوضوء تماما، هذا طهاره مائيه وهذا طهاره ترابيه بحال بحال. بمعنى المذاهب الخوش كتقول يعني بتيمم واحد يمكن اذا ما فقتيش الوضوء تصلي النهار كامل. ما رد الخلاف ومنشأه بالنسبه لي؟ علاش مختلفين المذاهب؟ السادة المالكية كيقولوا أن التيمم ليس رافعا للحدث، ماشي مطهر، وغير تستباح به الصلاة، تا مضطر ليه. ها؟ أنت شنو؟ أنت غير مضطر ليه، كديرو، ولهذا يلزمك لكل شنو؟ لكل فريضة، وكاين تفسير آخر مازال جايين. واش دابا مثلا عند بالنسبه للمالكيه الى ما تيمم حتى يدخل الوقت، الى تيمم تقبل دخول الوقت ما تعاود. اذا شو الخلاف عند فين منشا الخلاف ومرض الخلاف فين كاين بالنسبه للمذاهب الاخرى؟ اش كيقولوا؟ كيعتبرون ان التيمم طهاره ترابيه كالوضوء طهاره مائيه بحال بحال. قلنا لهم ودليلكم فينا هو؟ المالكي عندهم دليلهم والمذاهب الاخرى هي بدليلها. قلنا للاخرين شنو دليلكم؟ قال لك اودي الدليل كاين في سوره المائده، فمن كان منكم مريضا او على سفرين. ازيد انا مشي دابا للصيام سفرين كم الغائط او لامسهم النساء ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم. الدهار باش كيقول. وعندهم حديث اخر، حديث ابي ذر كمل الشهاده، حديث ابي ذر الغفاري رحمه الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لعشر سنين. كلمه طهور. اذا بالنسبه للمذاهب الاخرى شنو؟ بالنسبه للمذاهب الاخرى ان التيمم طهاره ترابيه بحال تنوب على شنو؟ على الوضوء بحال بحال. بمعنى انك بالنسبه للمذاهب الاخرى الى تيممتي في الفجر وما فقتيش الوضوء ديالك صلى به جميع الصلوات. الاخرين اش كيقولوا؟ يقول لا، انت في حاله استثنائيه وانت ديما كتقلب على الماء. وعندهم دليلهم، كاين قول ابن عباس وان كان ضعيفا رضي الله عنه وارضاه، كيقول من السنه ان تصلي لكل فرض بتيمم واحد. قل معاشر الصالحين، قال الناظم وصلي فرضا واحدا وان تصل جنازه وسنه به يحل. اذا الساده المالكي قلنا كيقولوا ان لكل فرض تيمم، وغيرهم خالفهم. باش قلنا منشا الخلاف شنو هو؟ شنو منشأ الخلاف؟ هل التيمم تباح به الصلاة فقط غير استثناء يبيح لك الصلاة، أم هو شنو؟ أم هو رافع للحدث؟ بالنسبة للمذاهب الأخرى هو رافع للحدث. ما معنى الكلام رافع للحدث؟
بمعنى أنه طهارة اللي كيدار به التيمم، يدار به الوضوء ويدار به التيمم. بالنسبة للسادة الملك يقول كلا، وعندهم كما قلنا دليلهم، جابوا دليل ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان رفعه رفع الحديث ضعيف، لكن عبد الله بن عمر صحابي الجليل كان يتيمم لكل صلاة، وهذا صحيح، كان يتيمم لكل صلاة. لكن الله يرضي عليكم، لا نقيم الدنيا ولا نقعدها ونختلف بعضياتنا. واحد مثلا قال لك اودي بغيت نتيمم كل صلاة، لا. واحد قال لك اودي لا هو مطهر، انا متيمم بوحده بركة، تيمم الى تيمم، انا ما فقدت وضوء، خلفه ونضجة. والكبار اختلفوا، هذو بدليلهم واش، وهؤلاء بدليلهم. فماذا قال الناظم؟ وصلي فرضا واحدا على المذهب المالكي، ان المريض الذي يشق عليه استعمال الماء خوف المرض، او الذي لم يجد الماء، شنو هذا بالنسبه للمالكيه، يتيمم ويصلي فرضا واحدا. ثم أضاف قال: وإن تصل جنازة وسنة به يحل. يقول السادة الملكية: إلى أن توضيتي للفرض، إذا أنت تيممت للفرض مثلا الظهر، وصليتي الظهر، كاين واحد الجنازة، واش تصلي هذيك الجنازة، تصلي صلاة الجنازة بهذاك التيمم، ولا تحدث تيمما جديدا؟ قال لك ما كاين مشكل، انت ملي توضيتي للكبير الصغير يسمع، ماشي مشكل. تيممتي للسنة ديال تحية المسجد ودخل قام الصلاة، احنا غادي نجيو ليها. أو سنة، صليتي الظهر بالتيمم غير سلمتي درتي الاذكار ديالك وانتي صليتي واحد ركعتين او اربعه ركعات، هل لك ذلك عند المالكيه او ليس لك؟ عندك، ولكن بشرط يكون يكون تفصيله، ماشي صليتي الظهر انت بالتيمم وشتي الحديث وشربتي اتاي وقلتي الرجل لا، قال لك لا لا، خصو يكون شرط. اذا متى تصلي بتيمم واحد، تجمع جوج ديال الصلوات بتيمم واحد؟ امتى؟ لما تصلي الفرض وتتبعوا السنه ويكونوا متواصلين. بحال الشفع، دابا صليتي العشاء بتيمم سلمتي درتي الاذكار ديالك، نطي الشفع الوتر لا شيء عليك عند الملكي. لكن إلى عكسناها، تيممت لرغبة الفجر الصباح، سنة الجنوب بغيت يتوضا، كاين برد القارص أو ما ولقاش الماء أو هو مريض، وتيمم لرغبة الفجر، دوك راغبين الفجر، إوا تقام تصل الصبح، واش يكفي هذاك التيمم ولا ما يكفيش؟ بالنسبة للسنة الملكية ما يكفيش، خصو شي يدير؟ يتيمم أخر. علاش؟ لأن قال لك بديتي بالصغير، مشى مع الصغير، الكبير خصك دير ليه تيمم أخر. إلا صلينا الكبير الفرض، اللي هو الكبير صلينا الفرض، لك أن تصلي بنفس التيمم السنة، جنازة أو سنة أو كذا، ولكن بشرط إلا صليتي بالتيمم النافلة وتقام تصلي الفريضة اش تعمل؟ تيمم آخر. هذا عند من؟ شكون واضحين؟ عند السادة الملكية. لعلك ترى غيرك يفعل غير فعلك. شو شي واحد تيمم لرغبة الصبح وأنت حاضيه، تقام تصلي أرجع تيمم والنوض فضيحة، لا، هو لعله عنده واخذ من المذهب الآخر، ليش هو؟ الذي يعتبر التيمم ماله؟ رافع للحدث وليس مبيحا فقط. واضح ياك؟
قال وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. مالكي يقول عندهم تدقيقات. قال وجاز للنفل ابتداء المريض أو فاقد الماء اللي غادي يتيمم بالنسبة للمذهب المالكي، هل له أن يستأنف التيمم للنافلة؟ ما كاين لا فريضة لا والو، غير هو بغى ينفل، واش عنده حق؟ يعني المذهب المالكي واش عطيه الحق أنه يتيمم باش ينفل؟ هنا كاين تفصيل. قال لك المريض والمسافر، المريض والمسافر هذا هو اللي عنده حق يتيمم للنافلة يستأنفها، ما كنتكونش تابعة للفرض. قلنا لهم فين دليلكم؟ لكن الله تعالى قصدهم في الآية اش قال؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر. ذكر الجوج، ذكر من؟ المريض، وعندهم هما السادة الملكية ما كيلعبوش. الله يرضي عليكم، خصنا نتابعوا واحد المسألة. شحال من واحد دابا كينتقد وهو شبعان أمية ما عرفت حاجة، لعله ينصب لك الفاعل ويرفع المفعول به، عرفت حاجة. وين يقول لك واه اللي من يكون مالك؟ وشكون هذا النوع عشير كاع؟ شكون هو؟ عبد الله يهديك، الله يهديك. شكون اللي كيقدر الامور وكيقدر الرجال؟ اللي فاهم وراجل. اما اللي ما قاري مسكين ما فاهم والو كيسب كل شيء وانت تقول حايد عليا ما كاين حتى حاجه، علاش ما كاين حتى حاجه؟ ما كاين حتى حاجه عندك. انت شكون هو مالك؟ اذا ذكر الائمه فمالك النجم من كبار السادة مالك، وحتى الأعمدة ديال المذهب المالكي ابن عبد البر وغيره، ابن وهب وغيره، الأعمدة الكبار هذو راه كانوا بحور ديال العلم. فلما كيفتي واحد الفتوى دافع فتواه ليس الهوى ولا التشهي، ماشي كيفتي غير هو واحد عجبو حاله، ما عنده نصوص قدامه، ما عندوش غير النصوص، عنده الأدوات باش كيفهم النصوص، ماشي سهلين. فأنت الله يرضي عليك حتى إلا سمعتي كلامه ولا الفتوى ديالو ولا المذهب ديالو في المسألة وجلس وقلب باش كيقول الراجل. فلما كيقولوا قول الفقيه فإن كنتم مرضى أو على سفر، هو المريض، المريض راه مريض مسكين، راه ما غيستعملش الماء ياك، ما غيستعملش الماء. قال لك هذا يمكن بغي ينفل ينفل ما بين المغرب والعشاء ولا الاوقات اللي فيها النافله المطلقه يتيمم، حيت مريض ما كاين اللي نديروا ليه، راه مريض راه ما غاديش. والمسافر غالبا ان المسافر خصوصا في ذاك الزمان مش بحال اليوم، ها يوم نعم سيدي انت جاي في طريق السيار ولا جاي في قالوا الدراري في الناسيونال لقاو غير مشرشمين، والبومبات ليسانس راه مشرشمين والماء موجود. اليوم ما تقولش ما لقاش الماء، ولكن يمكن يعني توقع في واحد المكان اللي بحال المكان الاول، الاولين ما كان عندهم مساكن اللي كيصرفوا في الصحراء اش عندهم. فغالبا المسافر غالبا مالو يفقد الماء، ما غاديش تقول يتوضا. اذا هذا الملحظ عندهم عجيب جدا، قال لك من يستأنف التيمم للنوافل خصو يكون شنو؟ إما مريض أو مسافر. أما الصحيح المقيم قال لك هذا لا،
هذا خصو يقلب على الماء. إذا شطف التفصيل لك الآن. من يستأنف شكون اللي غادي يتيمم باش يصلي النافلة؟ حنا الفرض فضينا معاه. الفرض مع اللي كيحضر وقتها ما لقيتيش الماء أو كنتي مريض غادي يتيمم. ولا عندك شي صلاة أخرى بعد منها تواصلت معها نافلة جنازة أو نفس صلي. إلا تيممتي لتحية المسجد وتقام تصلي شنو دير؟ تعاود تيمم الفريضة. لكن الآن ما كاين لا فريضة لا والو. وبغى العبد المؤمن يصلي. قال لك أودي إذا كان مريضا أو مسافرا بلو يستأنف. أما إذا كان مقيما صحيحا هذا ينتغي ينفل بعد باش؟ بعد الفريضة. ولهذا قال: وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض. أوعد كذلك. قال لك أودي راه التيمم لما احنا كنتكلموا على السنة الملكية راه التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو تستباح به شنو؟ صلاة فقط وغير عوض بدل. لا الجمعة حاضر صحيح. الحاضر الصحيح مالو؟ إذا بغى ينفل شنو يدير؟ خصو يقلب على الماء. وفي بلادو صحيح. نجيو للجمعة. الملكي عندهم واحد الكلام خور في الجمعة بالنسبة للمتيمم الذي يتيمم. قال لك حضرت الجمعة. وهو ما لقاش الماء. هل يتيمم للجمعة؟ ويصلي معنا الجمعة؟ شو تقولوا انتم؟ شي واحد يقول لنا شي حاجة؟ الملكية ماذا يقولون في الفاقد للماء؟ ديما كيتكلم على من؟ صحيح. أما المرض كنا نديروا ليه؟ ما تغيت يمه وصل الجمعة. لكن حاضر صحيح. وما لقاش الماء. كيش الماء. والجمعة كتقام. هل يتيمم وصل الجمعة أم لا؟ لا قال لك الملكية لا. لا. قال اليوم علاش؟ قال لك الجمعة ليست فرض يومها. ماشي هي الظهر. هذه بالنسبة للملكية. الجمعة مالها؟ ماشي هي الظهر. هي غير كتنوب. فماذا انت ما لقيتيش الماء وانتظر حتى توجد الماء. شكون هذا علم كنتكلموا احنا؟ على حاضر الصحيح. صحيح. ما لقاش الماء. هناك بالمناسبة كاين واحد المسألة كيديروا بزاف الناس. كيكون جاي الصبح مثلا صلاة الصبح أو الظهر أي فريضة. وكيمشي مثلا المحلات ديال الوضوء مثلا كيجي يمشي للمسجد يمشي للحمامات المحل الوضوء كيلقى مسدود. لعل يعني المكلف عنده شي غرض أو ما حضرش أو الماء المهم ما لقاش الماء. اشو كيدير كيتيمم ويقول لك تصلي تصلي الجماعه. قلنا علاش تيممتي وانت حاضر صحيح؟ علاش تيممتي؟ قال لك بغيت ندرك الجماعه. لا بزاف الناس كيديروها في الصبح كيقول لك وانا نط زربان وغتفوتني الجماعه. لا ما عندكش هذا الحق. اش خصك دير؟ قلب على الماء تتلقى على خاطر ولا الماء بارد ولا خفت ندير الماء بارد ونضر لا لا لا, لا. باش تدرك صلاة الجماعة وتجعلها هي سبب باش تيمم. لا الا اذا شوف الملكي رجع للجمعة كيقول الملكي اش كيقولوا؟ كيقولوا الصحيح الحاضر الصحيح اذا ادرك الجماعة الجمعة ادركته الجمعة وهو على غير طهارة وما عندوش الماء باش يتوضا ليس له ان يتيمم. قلنا اليوم علاش؟ لأن قال لك الجمعة ليست فرض يومها. هذا بالنسبة لي هو لفت الجمعة صلاة الظهر. هذا الكلام عند من؟ شكون اللي كيقولوا؟ المالكية. فرضنا أن واحد الإنسان جا وما لقاش الماء. حنا كنشوفوا فيه قلب ما لقاش الماء والجمعة كتقام تيمم وصلى. اش غتقول لي أنت؟ حيت مذهب آخر كيخالفوا. مذاهب الاخرى كيقول لك اودي الجمعه هي فرض يومها.
فيها الخطبة وفيها الصلاة هي الفرض ديال يومها. المالكي ديالش كيقولوا ليست فرض يومها، هذا هو منشأ الخلاف. حيت ملي كان يعني كيحاول الانسان طالب العلم او طويل العلم كيحاول شويه يدقق في الكلام ديال الفقهاء سيجدهم ينطلقون من ارض شرعيه صلبه، ما كينطلقوش من الفراغ، عندهم النصوص ديالهم وعندهم الادوات ديالهم، ماشي الدافع والتشهي ولا الشهره ولا كذا ولا كذا. قال الناظم: فصل لخوف ضر او عدم ما عود من الطهاره التيمم، وصل فرضا واحدا وان تصل جنازه وسنه به يحل، وجاز التنفل للنفل ابتداء، ويستبيح الفرض للجمعه حاضر صحيح. فروضه، بغينا ندخل الفروض، فرائض ديال التيمم، وكثرنا عليكم بشده التدقيقات غادي تلفوا كل شيء. والله تعالى يوفقنا واياكم لكل خير. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدين. يحصل الخطأ للإمام، وهذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في حديث ذو اليدين، حديث ذي اليدين، صحابي الجليل، كان الصحابة كيسموه ذو اليدين لأنه كانوا يديه كبار. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، على الظهر صلى ركعتين وسلم في الظهر، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت ولا نسيت. يجوز الحويج، لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الساعة هو يظن أنه صلى أربعة، ما قصرتش الصلاة وما نساش. لكن لما ذكر هذا الفعل عدد من الصحابه غير ذي اليدين، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وزاد ركعتين ديال الظهر، ولما سلم سجد سجدتين يدين. فقد يخطئ الامام، بل هو الوارد ما يكون في العوان، قلنا وقعت لمن للمعصوم صلى الله عليه وسلم. فاذا مثلا صلى الامام خمسا والناس اللي وراه ما اللي تمأكد ان الامام قام الى الخامسه خصو ينبو، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما انتبهش الامام يقول لقد قمت للخامسه، وهو ما ينوضش، واحد عنده يقين خصو يبقى جالس. لكن اذا مثلا قام للخامسه وصل الخامسه والناس حتى واحد ما قال ليه والناس ما عارفينش ولا كذا، كيدير السجود البعدي يسلم، بعد السجود البعدي يسلم. عندك تعطيني شي سؤال واعر؟ لا، واحد هنا بغى يصلي بنا وبغى يتيمم. تيمم ويصلي بالجماعة، هل يجوز أم لا؟ الكلام قلناه وقيل. ذكرناه في البداية، قلنا أن عمرو بن العاص صحابي الجليل كان في غزوة ذات السلاسل، واحد الغزوة سميتها ذات السلاسل. ومرت عليهم ليلة باردة شديدة البرد، وأصبح جنوب، أصبح جنوب، فتيمم وصلى بالناس إماما. هو القائد ديال، هو القائد ديال، هو القائد ديال الغزوة، والقائد كيكون ديما هو الإمام. فرضنا مثلا واحد المرة الإمام مسكين مريض، إمام مريض وصبح جنوب وما بغاش يدخل يصلي، ها وزيدنا واحد اخر ايوا خسر لنا الصلاه وما قراش الا مزيان وكذا، فعندها ايجابيات كثيره. فالصحابه رضوان الله عليهم لما شافوا عمر فعل هذه المساله هذه ما عجبهمش الحال، لان ما عندهمش فيه دليل، ما عندهمش علم. فلما جاوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجعوا للمدينه، قالوا: يا رسول الله، ان عمرا فعل كذا وكذا، صبح جنوب وتيمم وصلوا بينا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر، قال: ما حملك على ما صنعت؟ علاش درتي هكذا؟ قال: يا رسول الله، هكا نقولوا الصحابه والفقهاء والائمه ما كيلعبوش، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا انفسكم معناها ما ترميش نفسك في التهلوكه،
انت جنوب والبرد الشديد وكعلم كانوا في صحراء وهو قائد المعركه ولا مرض لينا هو شكون غادي الفاتح اللي غادي يفتح الله به؟ فراه بزاف الحوايج كاينه. فاقره النبي على ذلك. في روايه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لفهمه وفقهه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماله لا يسكت على باطل، ما يمكنش كون كان مخالف يقول لي لا تفعل، وانما ذاك خير منه. فجاز للامام ان كان مريضا جنوبا مريضا او ما وجد ماء ان يصلي بالناس، لان خلافها واعر صعيب. فإلى مثلا الامام ما جاش وكان بعد ما كان زيدوا شي واحد يمكن يزرب نفس الصلاه، يمكن يبقى يطيح وينهوض، يمكن ما يعرفش الى اخره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله اعلى واعلم.